السلام عليكم خاوتي. اليوم كما رانا في اليوم في النهار الاول تاع رمضان، نتقدم لكم بالأحر التهاني بمناسبة هذا الشهر العظيم. خاوتنا كل، صحابي كل، احبابي، الأمة الإسلامية كل بصفة عامة، وبالأخص لي زابوني تاعي ولي كليون تاعي. بون، اليوم عندنا كيا ريو كما راكم تشوفوا فيها. كاين، حبيت نعطيكم واحد ديفوا الناس يقيسوا طوموبيل من تحت، يحسها قاست في حاجة يقول لك اي حد شي، او بالك الشاسي اللي قاس، ولا نقول لهم ما تستهونوش بالحاجة اللي تقيسكم من تحت. هذه الحمد لله ما صرا لها حتى شيء. بون، واش كاين في الجست؟ شوفوا الزيت كيفه، كارتير دقاس اني فرغتو، ها وين دقاس ولا يطيش الزيت، كون مشابه طريق بعيدة بار اكزومبل، ولا ما طلش كي قاس كان يفرغ له الزيت ويكون الموتور. هادية درك راح نحيلها الكارتير بالديس، وعند فوس كارتير كيما نقولو ترتعو بالديس، نحيه كامل نسوديوه ونرجعوه بإذن الله. وبارك الله فيكم. بعد ما حليناه، هاي الصفاية وين جي فيه هو بعد الكارتير هذا، هاي الضربة وين كما راكم تشوفوا فيها، نستنى فيها يكتر شوية من الزيت برك ونحيوه. بعد نمسحو، بعد ما نخدموه نمسحو هذه كاملة مليح، نغسلها بالليسانس وهو كيف كيف، ونعودو له السيليكون ونقفلوه. هاي السيليكون تاعو لاصق بها هي. فوالا، بعد ما غسلتو نحينا الزيت الكل. شوف الضربة وين هي، هاي الضربة وين هي، تبلية لهنا، بس هو يجي من هنا كما هك. شوفوا كيفاه كيضرب، طبق لهنا ولا يوضر الزيت. درك نحاولوا نرجعوه وبعد نسوديوه من الانتريير. بعد ما قديتو بنت القارة مليح ترو، قرقشتو سيبها تحكم فيها لاسودير، نحيتو الصبغة. درك راح نعمرها هذه بلاسودير، وبعد نضربها بلامال باه نفينيوها. بربي ان شاء الله ونجربها ما تخرجش الزيت، ونعاودو نرجعو نركبوه. سوديتو من الداخل مليح ومن برا وسي كما راكم تشوفوا فيه. درك ما بقى لي غير نجربو اسكي يوضر ولا ما يوضرش باه نركبو. عاودت رونفورسيتو بلاصودير مليح، ومازال حتى ما بردش، هاي الحمراء من الداخل ومن برا هكا باه يقفل سير. درك ما بقى لي غير ليميه يبرد، ليميه ونجربو. سوديتو كملتو خلاص، مشيتو حتى لجنب، باسكو دي فوا وين نقيس بلا باكات تتقعر الطولة من الضربة هاديك من الحديد التبلاطة ولا راشي خفيف. دونك مشيت معاه تري بيان من برا وحتى من الداخل. درك جربته بالماء وما يوضرش، او مليح تري تري بيان. ها نزيد نحط له حتى ريسانس،
شوفوها من تحت. ما كان حتى قطرة. ما خرجت حتى قطرة. درك ما بقى لي غير نحط له السيليكون ونركبه. وشنو هو عندي حاجة أخرى راح نعملها لهنا، رايح نمشيها مليح ونجيب لارالديت نحطه به كاش ما كاين حتى ترو خفيف تبينيتري فيه لارالديت تقفلو نعمرو بلار. اوكي كيف عملت والله رديت باكش ما كاين حتى ترو صغير يتقفل بالله رديت نسنا واحد تنشيح حاول نمشيها هكا درك انا خرجها لبرا تشيح بعقلها كي تشيح خلاص نجي لهنا نشيح البلوك تاع الطوموبيل نحط السيليكون ونقفل الكارتير صبيت لها الزيت كملت حط المفتاح نوضها فيتاس هاي نظرت يجي مليح الزيت ما يسيحش بارك الله فيكم. صحة بعد فطوركم وصحة رمضانكم وبإذن الله نزيدو نعمل لكم فيديوهات أخرين ساعات نقول نعمل ساعات نقول نحبس ما نعرف أنا والخدمة لا ما زيش عملت لورا رمضان إن شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك وبارك الله فيكم ما تنسوناش بدعواتكم إن شاء الله والسلام عليكم.